صلاة وسلاما على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام أنتم بخير في هذه الليلة الميمونة وفي هذا الحفل البهيج في ليلة عرس كريمة أخانا محمد الحاج بالعقال القبلي مركز البذاري محافظة أسيوط. وقد جئناكم والمحبة تملأ قلوبنا، جئنا نشارككم فرحتكم بكريمتكم، وجئنا نتصفح هذه الوجوه النيرة، وما جاء بنا إلا الحب، والذي يبقى بين الناس إنما هو الحب، وأصل الدين هو الحب، ولن يصل أحد إلى جنات الله إلا بالحب، ولن تترك سيرة طيبة من بعدك إلا بالحب. وما تصاهر الناس وما تجاور الناس وما تعامل الناس إلا بالحب. لا يفوتني أن أشكر شيخنا وأستاذنا الشيخ أيمن دويب، فقد آثرنا في الحديث وحيانا، وأسأل الله أن يعلي قدره وأن يجزيه عنا خير الجزاء. حتى هذه اللحظة الناس لا يعرفون معنى الحب، حتى في عبادتنا لربنا نحن نخلط في مسائل الحب. والحب حرفان، حاء وباء. حاء أن تبذل الروح في من تحب ولمن تحب، والباء أن تقدم البدن فداء للمحبوب وعشقا للمحبوب. كل شيء أساسه الحب، وفي موروثات نبي الله عيسى عليه السلام قال الله محبة، وفي قرآننا المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن كل شيء في هذا الوجود إنما أساسه الحب. ما قامت السماوات والأرض وما أنشئ الكون كله إلا على بناء المحبة، إلا على بناء المحبة. بعض الناس يقول أنا أحب ربنا، أحبه كثيرا. طيب يا عمي حبك ده في مقابل إيه؟ يقول لك علشان يوفقني في حياتي. ده حب توفيق ولا تلفيق؟ لا ده حب تلفيق. واحد تاني يقول لك أنا والله بحب ربنا كتير كتير خالص. ليه؟ عشان رزقني بوظيفة. لا ده أنت بتحب الوظيفة. والله أنا هنحب ربنا كتير كتير. ليه؟ هدالي العيال وجوز لي البنات وعطاني مرة صالحة. ده حب مصلحة، ده حب مصلحة. أنت في الحقيقة لا تحب إلا شهواتك ورغباتك. الحب عند أسيادنا بخلاف ذلك. ذهب رجل إلى سيدي أبي اليزيد البسطامي رحمه الله وعليه من الله سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان، وقال له يا إمام عظني، يا إمام
عظني. قال يا ولدي لو أن الله أعطاك من العرش إلى الفرش فقل له لا يا رب أنا أريدك أنت. لو أن الله أعطاك من العرش إلى الفرش إلى بساط الأرض أعطاك كل ما تشتهي وحقق لك كل ما تريد فقل له لا يا رب أنا أريدك أنت. لذلك سيدنا صهيب الرومي رضوان الله عليه أحد الصحابة الأماجد كان لا يخاف من نار الله، كان لا يخاف من نار الله إنما يخاف من الله. إحنا دلوقتي كلنا خايفين من النار، خايفين من النار؟ لا، أهل العلم والمعرفة والوصول كانوا يخشون رب النار. يا سلام، ما هو إحنا مقصرين حتى في أسلوب الفهم والتلقي، شغلتنا الدنيا وشاغلتنا وتكونت على عروش قلوبنا، فأصبح كل منا لا يقول ربي ربي إنما يقول نفسي 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 وعندي ومعي ولي وملكي وأقدر وأعمل وأصول وأجود. سبحان الله، أصبح ملكا في تصرفاته مع أن الملك كله للواحد القهار. سبحان الله يا عمي، المسألة عايزة شوية تواضع، شوية تواضع بس، هدي. ما انت عارف الفراعنة خدوا ايه والطواغيت وصلوا لايه، هدي الامور شوية. مش انت ليك قدوة في سيدي وسيدك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها كان يقول انا اجلس كما يجلس العبد واكل كما يأكل العبد، وكان يجلس القرفصاء كما يجلس عبيد العرب. سبحان الله، في قمة مجده ومكانته الباسقة الرفيعة يقول أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. شوف التواضع، شوف التواضع، شوف أدب الكبار. مو إحنا ما عارفينش، وللأسف ما عندناش استعداد نعرف. طب يا عمي هدي هدي. سبحان الله، لو أعطاك الله من العرش إلى الفرش فقل له لا يا رب أنا أريدك أنت. إذن لا مقصدهم الحور في الخيام ولا القصور في الجنان، إنما مقصدهم الله الواحد الديان. ما هو ده الإيمان يا عم الحاج، هو ده الإيمان. إنما صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. لا، دي صلاة مش عبادة، لا ده صلاة إفادة، ده مش صيام عبادة، لا ده صيام مصلح. فإحنا عندنا خلق في تلقي أوامر الدين، هو يقول لك أنا أعرف أجيب القرش من الهوى، هو صادق لأنه تربى في بيئة مادية والطيور على أشكالها تقع والأصل تتبعه الفروع، لكن 70 سنة ولا يحسن الوضوء، إيه قيمة حياتك؟ ولا حاجة. 60 سنة ولا يحسن الغسل وعايش في النجاسات، ويصيم ويصلي ويحضر الجمعة والجماعات، ورايح فين؟ هنجيبوا العصر، وجاي منين كنا هنجيبوا العشاء. يا عم الحاج
لكل شيء مفتاح. مفتاح الصلاة ايه؟ شنو ذو؟ ينفعش. انت ناصح في جمع القرش بس. عنده من السيناريوهات ولديه من الطرق والإبداعات، لكن في مسألة الدين قليل من الماء يطهرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأوردها سعد وهو مشتمل بردته: ما هكذا تورد الإبل يا سعد، ما هكذا تورد الإبل يا سعد.